ومعنا من الرياض عبر سكايب خالد الناصر، عضو الائتلاف الوطني السوري. مرحبا بك سيد خالد إلى العربية. بداية، يعني هل أنتم جادون في مشاركتكم في جنيف 2 في ظل يعني التحديات التي تواجه هذا المؤتمر، وأيضا عدم قبول الطرف الآخر ترك السلطة كما أنتم تطالبون؟ نحن جادون بالمشاركة في أي عمل سياسي ممكن أن يخدم الثورة السورية وأهدافها، ونحن كررنا هذا الأمر أكثر من مرة. نحن نريد الحل السياسي، لأن أي صراع في النهاية سيترجم بشكل سياسي، ولكن هناك محددات أساسية تتلخص في أن الهدف من العملية السياسية هو تحقيق إرادة الشعب السوري التي قام من أجلها، وهو تغيير هذا النظام. هل تعتقدون سيد خالد في ظل الظروف الحالية وأيضا التحديات التي تواجه مؤتمر جنيف أن يعقد هذا العام برأيك؟ يعني نحن نعتقد أن هذا المؤتمر لم تنضج له الظروف، ولذلك لا نتوقع أن يعقد قريبا، وإنما يجب أن تتوفر له ظروف ملائمة، يعني يترجم تغيرات على الأرض تستطيع أن تجبر النظام على الرجوع لإرادة الشعب. المجتمع الدولي يعول على هذين الاجتماعين اللذين سيعقدا في إسطنبول اليوم وأيضا في أيام مقبلة، على ماذا إذن تجتمعون كونكم لا تتوقعون انعقاده قريبا؟ نحن سنجتمع غدا في الهيئة العامة للائتلاف، وسنقلب الأمور كلها على كل احتمالاتها وعلى جوانبها، وسنرى أيضا ما هو معروض من قبل المجتمع الدولي، وهل يمكن أن يلبي المحددات التي وضعها للائتلاف أم لا. طيب، كل يوم سيد خالد يعني نرى النظام السوري يكسب مواقع على الأرض في سوريا، هل هذا برأيك يضعف موقف المعارضة سياسيا؟ موقف المعارضة قوي ومتين، لأنه نابع من إرادة الشعب. يعني الشعب السوري لا يقبل التراجع، والصراع دائما فيه كر وفر، ولكن إذا نظرنا إلى الآن إلى الساحة، قبل سنتين ونص كان النظام يسيطر على كل سوريا، الآن النظام رغم كل هذا ما يبدو من بعض التقدم التكتيكي يفقد السيطرة عن معظم أنحاء سوريا. إلى أي مدى أنتم تثقون بالدعم الأمريكي؟ هل تتوقعون بأن الدعم الأمريكي ما زال مستمر وأيضا تعولون على هذا الدعم؟ نحن نعول بالشكل الأساسي على إرادة شعبنا، وهي التي يعني تجعل المجتمع الدولي يلتفت إلى قضيتنا. طبعا نحن يعني لا نستهين بالمجتمع الدولي ولا بأيضا الجانب الأمريكي، لكن تعودنا من الجانب الأمريكي على التقلب، وفي النهاية يعني لم نعد نقبل إلا الأفعال وليس الأقوال. نعم، الأستاذ خالد الناصر عضو الائتلاف الوطني السوري حدثنا عبر سكايب من الرياض، شكرا لتواجدك معنا.